صباح الخير. صباح النور، ازيك يا احمد؟ ازيك يا نوره؟ ده اللي خدناه من جيرتكم، المرمطه في النيابات وقله القيمه. انا اسفه قوي يا طنط والله، معلش. انت عارفه ماما ايه؟ حبيبتي مش معقوله بتبلع عليهم، ده هي الحقيقه. حضرتك عايزه تعرفي ايه اللي مرمطك في النيابات؟ وقفتك في الشباك ليل نهار وحشت مناخيرك في حياتنا، هيلاقوا فين مصدر معلومات احسن من كده؟ انا اسفه يا احمد. يلا يا ماما. هتمرمطني فين تاني يا احمد؟ تعالي من هنا. هو انا تقريبا ماليش علاقه بيهم. ليه مدام اميمه؟ دول جيرانك. اصل يعني استغفر الله العظيم سمعتهم مش قد كده. نيره بتتجوز وتتطلق من ساعه ما ابو البنات مات، ويعني ربنا يسامحني بقى، المرحومة كانت طالعلة بتتصاحب على شباب كتير قوي حتى بعد ما ولادها كبروا كده. وانت ازاي عرفت ان سمعته مش قد كده؟ اصل انا طول النهار واقفة في الشباك بتفرج على اللي رايح واللي جاي، بسلي نفسي. شفت اكتر من مرة رجالة مستنيين الله يرحمها بقى. وامتى اخر مره شفت رجاله مستنيينها او بيحوموا حول الفيلا؟ امتى بالظبط مش فاكره، لكن قبل ما يدوروا عليها شفت شاب صغير تقريبا اصغر منها بعشر سنين كان واقف قدام الفيلا بالموتوسيكل بتاعه. الشاب ده فضل مستنيها لغاية ما هي خرجت من الفيلا. وقفوا مع بعض يتكلموا بعض، بعدين ابتدوا يتشوحوا لبعض. لا الأوهام اللي في دماغك دي، دي مش أوهام. شكلهم كده كان بيتخانق، مش هضرب، لأنها سابته وخدت عربيتها وطلعت بسرعة. راح هو اتدور وخد الموتوسيكل بتاعه وطار وراها. والشاب ده شفتيه معاها قبل كده؟ لا. طب تعرفي شكله كويس؟ يعني تقدري تتعرفي عليه لو شفتيه؟ طبعا انا ما بنساش الوشوش ابدا.